السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من بستان. أنا النهاردة أتكلم معاكم موضوع غريب شوية، وهو الإهمال. كنا لسه بنقول هابي نيو يير من 2020، بسيولها بفيروساتها بغلاءها بمشاكلها، كل حاجة كانت فيها. قول بسم الله الرحمن الرحيم، سنة جديدة ويا رب تبقى سنة سعيدة علينا جميعا. بس اكتشفت حاجة غريبة جدا، صورة السنة الجديدة. أيوة، هي الصورة دي صورة العام، بداية مشرفة، بداية لبقة، بداية جميلة مبشرة. فعليا بتقول لنا شكل السنة الجديدة هيبقى عامل ازاي، زي حادثة القطر اللي كل سنة بتحصل، كارثة تحصل في محطة، في مزلقان، في عربية، في قطر، في أي حاجة، وفجأة يتحاسب عليها واحد ملوش ذنب فيها ويتشال وزير النقل، واللي كان السبب يفضل زي ما هو. دلوقتي كان حصلت أزمة في التموين، شلنا مدير التموين وسيبنا السبب فيها. الأزمة تقريبا يعني مش عارف مش مشي بس موجودة. تعالى كده نبص على المكان، يعني أو المؤسسة الطبية. طول عمرنا عارفين المؤسسة الطبية عندنا خربانة طينة، يعني ملهاش لازمة أصلا، وقلة نظافة وقلة اهتمام وقلة قيمة وكلام كتير ومعاملة مش كويسة، يعني من الآخر يقول لك استثماري هو اللي بيمشي. وطبعا الاستثماري ما ينفعش الشعب يروح على ناس معينة، فلوس بقى. جه فيروس كورونا، أسعار غليت وولعت في كل حاجة ليها علاقة بالحماية. الناس بتستغل الأزمة وتكسب من وراها فلوس، بتستغل دم وتعب ومرض وألم الناس عشان تجيب منه فلوس. أسطوانة الأكسجين بقت ب1400 جنيه، وبعد كده من المصنع التجار شدوها وسحبوها من السوق وصلوها ل3 و4 آلاف جنيه. ليه؟ طب الناس دي المفروض تتحاسب، في حماية مستهلك، في حاجات كتير، يعني وزارة الصحة تتدخل وتجيب المسؤولين دول وتتحكم هي في الموضوع. مش لازم ناس عادية تجار، ما طبيعي التاجر عايز يكسب. يعني غير كده المؤسسة الطبية كذا مستشفى حصل بدون ذكر أسماء بقى، واللي عايز يدور حصلت إن المستشفى اتسرق منها المعدات، واكتشفنا إن الطاقم الطبي اللي فيها اتسرق المعدات، وفي مستشفيات اتقفلت خالص، يعني اتفتحت واتقفلت قبل ما تتفتح يعني، والتحقيق لسه جاري معاهم، يعني التحقيق لسه جاري. سبحان الله، يعني هما اللي سرقوا بس التحقيق شغال. احنا يعني احنا مش عايز نظلمهم يعني. وفجأة أفاجأ بمستشفى زفتة كان فيها حوار، وأكسجين اتقفل وباظت العملية وناس ماتت وحالات ما تسجلتش وفاة، وكانت حاجات غريبة. والتحقيق لسه شغاله، النيابة الصراحة عاملة شغل. بس هو ليه من الأول النيابة تعمل شغل أصلا؟ احنا المفروض ميبقاش في كده، يعني يبقى في رقابة، يبقى في اهتمام، يبقى في مراقبة، يبقى في متابعة. بلاش كل ده، احنا ممكن نبص على حاجة تانية. مستشفى الحسينية اللي حصلت دي كده في الشرقية جميلة جدا الصراحة، مثال مشرف لقمة التقدم الطبي والتقني والعصر الحديث. سبحان الله سبحان الله، أنا مش عارف أقول إيه. يعني نفس اللي حصل في زفتة تقريبا، الأكسجين اتقفل، ما تعرفش خلص ولا اتقفل ولا في ايه، ده باظ ولا ايه اللي ضرب، بس في واحد مسؤول يعني. حلو، اصطف الاداره كله لازم يتحاسب المسؤول عن الموضوع ده. احنا انا هلاقي دلوقتي اكيد اللي هيتحاسب ممرضه او اصطف ممرضات او دكتور غلبان، يعني اللي هو لسه جديد حتى ما عملش بربع جنيه، اللي هو يعني راجل لا ناقه له ولا جمل وغلبان، ملوش اي حاجه في اي حاجه، هو غلبان، هيتاخد في الرجلين. يعني تاخد واحدة زي دي في الرجلين، هي أكيد قاعدة بتعيط مش عشان خاطر هي نفسيتها تعبت لما شافت الناس عمالة تموت قدامها،
ومش قادرة تعمل حاجة، حست بالعجز وقعدت تعيط. بس هي بعد كده هتعيط تاني، يعني تعيط تاني وتالت، لأن هي هتتحاسب، يعني هيتساب السبب وهي هتتحاسب وتتحبس. دي الغلبانة دي هي وصف الممرضين ممرضات والدكاترة الغلابة اللي ملهمش علاقة بحاجة، إنما اللي ليهم علاقة محدش يجي جنبه خالص. سوري، القانون لا يحمي المتسببين، صح؟ حد فاهم حاجة؟ يعني ايه اكسجين يتقفل؟ مش فاهم يعني ايه، ازاي يعني المنظر اللي احنا شايفينه في الفيديو ده ازاي كده؟ يعني صفارة بتاعت التوقف بتاعت القلب شغالة، صفارة بقى كل أجهزة شغالة، 8 أجهزة. لا، واللي يشيل لي بقى يطلع لك الراجل الطيب، مش عارف يعني هو مسؤول ايه في الوزارة، نائب ولا حاجة كده، اللي هو متحدث باسمه او في حاجة، يعني في حاجة، يعني هو واحد مسؤول كبير في وزارة الصحة. استغفر الله العظيم، مش عارف اقول له ايه. ليه بيقول مش كل الحالات ماتت، هم 4 بس، كانوا 8 و4 بس اللي ماتوا، يعني 4، يعني 4 ايه، 4 صراصير مثلا، 4 ذبابات، 4 قطط، 4 كلاب. حتى لو 4 قطط او 4 كلاب، دي حيوانات، كائنات حية برضو. شكرا 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 والعفو. ما هو لو في وعي من الشعب كانش يبقى المنظر ده في اسكندرية في راس السنة. طبعا في أماكن تانية كتير اتصورت وأماكن ما اتصورتش، بس ده أكتر مكان يثبت قد إيه الشعب المصري جميل وعنده وعي ثقافة شعب كده. والمسؤولين كلهم كده، يعني هو الشعب والمسؤولين زي بعض، لا ده اللي بيعمل اللي عليه ولا ده بيعمل اللي عليه، وفي ناس نازلة تزيط في النص بيعملوا فساد قد كده. بس ده ملخص الحياة في مصر، شعب زايط وحكومة مطنشة وفساد نازل لاعب. لا الشعب بيعمل اللي عليه وبيلتزم، ولا الحكومة بتنقذ الشعب أو المرضى اللي من الشعب أو الناس اللي بتزعم في وسط الشعب من الفاسدين اللي تسببوا في الأزمة. منظرنا وحش عشان عارفين إن الاتحاد اللي عمل المشكلة ما تحاسبش كل مرة، فأكيد المرة دي كمان مش هيتحاسب، فبيعملوا اللي هم عايزينه. بمنتهى البساطة ممكن واحد ياخد قرشين عشان يعمل الحركة دي، بمنتهى البساطة، وهو واخد على الموضوع ان كل زمايله اللي سبقوه بيترفضوا ما بيتسجنوش او بيتحرس لهم كام شهر عزيمة التحقيق وبيطلعوا، وبيتشال في الاخر الوزير المسؤول عن هذه المؤسسة زي وزير النقل اللي فات لما حصل محادثة محطة مصر. واحنا عايزين صراحة نكرر تجربة كامل الوزير، ان احنا زي ما عطينا حد من الجيش يمسك وزارة نقل، حط حد يمسك وزارة الصحة، وزارة المالية، وكل الوزارات خليها كلها جيش، عشان أنا شايف إن هو لما في حد من الجيش بتلتزم، لكن لو في حد مدني ماسك الناس بتموت كده. سلام. عايزين تشتركوا في القناة اشتركوا، مش عايزين تشتركوا ما تشتركوش، براحتكم. يلا، عجبكم كلامي دوسوا لايك، ما عجبكوش دوسوا ديسلايك، واشتموني لو ما عجبكوش، اقول رأيك ولا اي حاجة، انت حر. سلام يا مرحوم.